واش بيتروغريس ان انجلش نوت ان فرنش. هذه كراسه تاع سيراتو كما شفتوها من قبل تاع سيراتو. الحمد لله تعبتنا، تعبونا الحسابات، تعبونا بزاف امور نتيجه لما قبلها. هذه تعبتني شويه لاكيلاس، وان شاء الله ربي يصلحها ان شاء الله تنجح، لانه مولاها مساحه زدنا احنا مسحناها مع على باليش المسحه الاولى قداه، لكن المسحه الدوزيام على بالي درنا فيها واحد نورمالمون 3 سنتيام، نورمالمون 3 سنتيام كيما شفتو من قبل. واش كان بها؟ كانت هنا مبوطه، هنايا طالعه على الاخرين، بحيث انك كي تقيس هذه منها تحس تسمع لها كيفاش تطلع وتهبط. لكن اليوم ما كانش طلع ونزل. نجيبو 5 سنتيام فيلر جيج ونتستيو. ما كانش خدمة ما شاء الله، مسحة ما شاء الله، ربي يصلح. هذا فقط الفيديو هذا تفنيد للفيديو الاول، يعني نحطو شغل امبروف هكا على العوج هذاك اللي شفناه من قبل. دركا نركبو لاكيلاس ان شاء الله، بومبا لويل، لاكيتشان، نوضو السيارة. كي نوضوها نعطيكم النتيجة، نعطيكم واحد العفسة برك. هذا واش السبب نتاعو؟ السبب نتاعو هو السخانة. شوفوا كيفاش داب، كي يسخن لكم كيما هذا كي يسخن، واش دير لي باك هذوك اللي لداخل، دزهم ولا تنحيهم تليميهم باش من بعد يبورتيو لك لي جوان. هذو لي جوان هذو جدد كيما هذو. وهذه لا كيلاس تاع لابطرا، شناها جديدة، لي سوباب جدد، لي بوسوار، كلشي بيان ستيكي. راح تشوفو تاع نسيبنا العربي، نسيبنا من العربي تهلاو فيه نسيبنا. تهلاو فيهم كامل ان شاء الله ربي يصلح. اسيس تاع ماش اسيس ثم واش يصرى. شوفوا سو بابا مروديه وماهيش مروديه، شوفوا اللي ماهيش مروديه شكلها محفوره هذيك، شوفوا كيف محفوره بين لا تراسا. وهذه مروديه، هذه تجي هنا مروديه، وهذه السياج المروديه، وهذه اللي ماهيش مروديه. تعبوني لي سوباب كيما، لان لي سياج تاعهم كانوا عيانين، وباش تعاود سياجه مشكل. لي سياج تاعها ورجينا، دروك نحاولوا نروديو ونرجعوا نشوفوا مع بعض. اوكا هذه لا باتارودي، منها الخشينه ومنها رقيقه، احكم الحب. هاو كيفاش تكون، نديرو هنايا نحطو الخشينة الساعة كي يكون فيها حفير بزاف، أما كي تكون صافا ما فيهاش الحفير بزاف نديرو ديركت بالرقيقة. هكا نروديو ونرجعو. هنا بعد نهاية العملية رودينا هذي وترودات السياجة، لازم السياجة لاطراس تاع هذا الأبيض هذا يكون مع الأبيض هذاك اللي لداخل. والسلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا اليوم كيا سيراتو، شفتو معايا بعض الخصائص تاع البلوك، كي في التشخيص كي شخصنا البلوك وشخصنا لاكيلاس كان فيهم مشاكل.
عويصة. المحرك هذا بالذات تعبني بزاف، خلاني نخمم ياسر. خلاص باش يصلحوا ربي ان شاء الله وينظم ريقل. الحمد لله تمت عملية التصليح، ردينا كل شيء في بلاصتو. كان صرنا واحد المشكل دوك نحكي لكم عليها، كون شفتو من قبل الفيديو الاول تاع الروداج تاع لي سوبا بوليسياج، والفيديو الثاني نتاع لا بومبا لويل تاع الجهه هذه. لا بومبا لويل هذه اللي تحت جيغو هذا كومبلي، اللي هي هذه بومبا لويل شفتو انا نخدمو فيها. صرا واش ديكالاج اللي صرا واش هو انه كي تمسح البلوك ولا كيلاس، كي تحط بومبا لويل هذه هكا لتحت في البلوك لي بولون يجيو نورمال، لكن هنا في الكيلاس تلقى هنايا المسافه هذه، تلقى المسافه هذه، تلقى الفلتاج هبط نتاع البولون، يعني البولون ما راحش يدخل. واش اذا واش نديرو؟ نوسعو بالماش بالام ديس، نوسعو بلايصهم، نوسعو بلايصهم، خدمه مليحه. لازم يكون الماش ماضي باش وتهبط وتخدم بالعقل، تخدم بالعقل يعني تخدم بالعقل بهدوء تام، باش تخرج باش تخرج الحفره، باش تخرج الفريزاج هذاك يخرج كي شغل يخرج ليس وحنين كيما لا ميزون، يعني ما نوصلوش لا ميزون يعني يخدموا بالسي ان سي، لكن ربي يرزقنا. لكن خدمه بروبر ان شاء الله. هذا بعد ما قمنا بالتركيب نتاعو، شفتوا لي فيديو من قبل كامل. دركا نشوفوا، صرا لي واحد المشكل برك نتاع، مازال لي مشكل صغير اني كي نضرب لونتي فول هي ما يضربش الديمارور، ما فهمتش الكورو ما تلحقش. بعد درك اذا كان الوقت درك نتفقدها او نشوفه مع كهربائي انه كل شيء نورمال، رولي كل شيء عادي. قبرك السينيال ما يلحقش لي، درك نحوس في الخيوط كاش ما كان ديفو. احنا درك راح نوضوه، راح ندرت له سلك، درت له احمر اللي هي ها خيط احمر باش نوضوها، نوضوها مع بعض بسم الله. هاي اون كونتاكت ديجا، الخيط الاحمر هذا نديرو مع الفليس، فليس تاع الديمارور راح هذا. بليس الفوق نجيبو هنايا البليس بسم الله. ما شاء الله ربي يبارك. هذه تقريب نوضته واحد 30 ثانية ورقدته، وهذا دخل لي استنهاض الأول نتاعو، تسمى 30 ثانية الأولى ضربة ناض الحمد لله، صوته حنين. أنا توقعت يكون صوته خشين شوية. لي بوسوار رقلناهم كي عاد رودينا لي سياج، لازم يترقلوا لي بوسوار يتحطوا على بلايصهم. ان شاء الله ربي يصلح الاحوال وربي الصالح. هنا في الحاله هذه لاكيلاس اخر مسحه كانت عندها، بعد لاكيلاس هذه اذا كاش ما صرا لا قدر الله او لازم يشري كيلاسه اخرى. نتفقدوا القطره نتاع الزيت ونتاع الماء ما كانش. هذه جا درنا لها الماء العادي للتجريب فقط باش نيفيتيو نجربه برك بالماء العادي باش نيفيتيو اذا كان فيه تسرب ما يروح لناش لونتيجال. عمرو شوية تروفلة هذي باش اذا كان فيه نقص تاع الماء تجبد الماء وتعوضو. تيرموستا ما رديتهاش تيرموستا باش نتفقد السخانة. تيرموستا لقيتو بلا تيرموستا لانه كان يسخن، واش كون شفتو كيف كانت البلوك كان معوج والكيلاصة كانت هرمية وشفتو القياس قبل وبعد. هذا باش هاد الامور هذه باش نوصيو برك خاوتنا لي ميكانيسيان او ميم طون صاحب الملك السيارات يكونفيرميو على الامور هذه ويتعلموها. لكن ما احنا كي نعلموا الناس ما يروحوش يكسروا راس الميكانيسيان، خاصه اذا لقاوه ميكانيسيان كاليفي ما تكسرلوش راسو. لكن اذا كان فيه تنبيهات قول له
والسلام. ان شاء الله كنا افدناكم في الفيديو هذا. العقوبه لا دوليتراج دي راهم تعبني ثاني كذلك، راني عقابو ان شاء الله راح تشوفوه معايا بدايه غدا ان شاء الله خطوه خطوه لا دوليتراج دي كيفاش نعرفوه، كيف نعرفوا القياسات، كيفاش نعرفوا في البروكا يبلوكي ولا لا، لي ميزير دو بريسيزيون. نهضر بالفرنسي ان انجلش نوتين فرنش، المهم اني نهضر بالدارجه، والناس اللي تعقد نوتين فرنش نوتين فرنش يا خويا البيت لغه تعلمها. انا يعني مانيش ضد الفرنسيه ولا تعلم، تعلم المانيه الفرنسي لونجلي تعلم برك، لكن الاحسن هي الانجليزيه، لانه كون تشوفوا بالانجليزيه تلقاو لي سورس بزاف نتاع المعلومات، وتلقاو تلقاو معلومات بزاف حتى بلي لي فيديو كي تكون عارف لونجلي، لي فيديو بزاف بلونجلي، ميم الاجانب بالرواسه و الهنوده لي زامريكا بلامزيه لي زونجلي لي زالمون كامل يديروا فيديوهات يحاولوا يهضروا بلونجلي، حتى حنا نحاولوا نوصلوا الرساله تعلموا الانجليزيه، تعلموا الانجليزيه. ان شاء الله ربي يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.